كابتن حميد، النهارده طبعا يعني عشان بس نبقى عارفين ان حصل كلام كتير قوي على كارتيرون والانذار اللي بعته والايميل اللي الزمالك انه ما ردش وما ادالوش مرتبه بتاع شهر نوفمبر. مبدئيا كده يعني هو ايه القصه بقى بتاعت كارتيرون دي بقى عشان نوصل للناس، في حاجه ولا مفيش حاجه؟ لا هو بس هي القصة إن هو كارتيرون النهاردة بعت إيميل لنادي الزمالك عشان يستفسر عن الراتب بتاعه، فطبعا إحنا فهمناه إن دلوقتي يعني بقى عشان يمشي رسميا. النهاردة إن النهاردة لما بيجي مجلس إدارة تاني بيبقى فيه توقعات جديدة. النهاردة بقى فيه توقعات للمستشار أحمد جلال وكابتن إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق، فالنهاردة التوقعات دي لازم تتعمل تروح من الجهة تتصدق الإدارية عليها. يتصدق عليها وتروح للبنوك عشان تعتمد. تمام. فده اللي كان مأخر نادي الزمالك علشان ان هو يصرف الراتب بتاع الراجل. النهارده لما جت اوكي خلاص على الامضاءات، الراجل النهارده صرف المرتب بتاعه. صرف وايد. صرفه عادي خالص. يعني بس هو يعني كارتيرون، عارفه انت اللي هو بيتعامل معاكي باحترافيه. النهارده يوم 30، طب ابعت لك لا النهارده والناس ان انا بتحقق عايز عندي. المرتب بتاعي. والنهارده ده خلي بالك ده العقد اللي عمله مع اللجنه اللي كانت موجوده بتاع الكابتن حسين لبيب، ان انا يوم 30 اخد مرتبي. فاهم ازاي؟ فالنهارده هو الراجل بعت، بس لا فهمناه ان ده مش تعند من الاداره ولا حاجه، في اجراءات بناء عليها ان انت لازم تصرف، لان لازم الامضاءات دي تعتمد عشان اقدر الشيك بتاعك يتصرف. وهو النهارده صرف كل بسهوله. الحمد لله عشان ما يبقالوش اي حجه. فعلا كابتن كارترون اصر على ان هو مش عايز ولا مدرب مساعد ولا مدرب عام ولا اي حاجه خالص. لا لا خالص، هو لغاية النهاردة أمير ما قعدش مع مستر كارتيرون على أساس يطرح عليه الأسماء دي كلها، لأن إحنا الفترة اللي فاتت دي كلها كان إن عارفة أنت ترتيب أوضاع كتير جوه الفرقة، عندك قضايا موجودة بره وفي قصص وفي عقود وفي مطالبات مالية اللعيبة والكلام ده كله. فعندنا ما هو أهم الفترة دي في قضايا كتير إن أنت تقدر إن أنت تتكلم فيها عن إن أنت تحط مساعدين. اهم من ان انت تحط مساعدين. حاليا يعني انت خلي بالك ان انت تضيف مساعدين ده امر نهائي مفروغ منه، ولكن دلوقتي في لكن انت اولويات. النهارده في انت النهارده المباريات لسه قدامها شويه، في توقف طويل. النهارده عندك حاجات حتميه، النهارده في قضايا كان لازم تتبعت فيها استشكالات، في حاجات لازم توقفها في الفريق بدل ما يجي لك عقوبات. فاهم ازاي؟ ان الزمالك مش عنده عقوبات كتير، فانت النهارده كان في حاجات لازم ان انت رد عليها في وقت قصير، فكان الناس المسؤولين عن الفريق الاول مشغولين الفتره دي بالكلام ده.